أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن معجزة النجاح ليست بالصورة المطلوبة ولكنها بحاجة إلى الشجاعة للبدء في اتخاذ الخطوات الناجحة، مشيرا سموه إلى أن الشباب يولدون بنفس الفرص بيدهم أن يختاروا أن يكونوا ما يريدون في مجتمعاتهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في حفل افتتاح مؤتمر الشباب الدولي الثامن النجاح قبل الثلاثين، والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة والسادة النواب والسفراء والمدعوين، إضافة إلى المشاركين في المؤتمر والذي بلغ عددهم 1600 فرد من 32 دولة. وقد رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كلمته بضيوف المملكة في بلدهم الثاني البحرين، والتي تفتح ذراعيها لاحتضان نخبة من المتحدثين الملهمين للشباب، بالإضافة إلى خيرة من شباب العالم للالتقاء على أرض البحرين للبحث والتناقش حول فرص النجاح المتاحة للجميع. مشيرا سموه أن صفات الشخصية الناجحة يجب أن تتحلى بالإقبال على خطوات جديدة دون الالتفات إلى المحبطات، والعمل بكل جد في سبيل تخطي التحديات والتعامل بالإيجابية في التعامل مع الأمور. إخواني وأخواتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في منطلق اليوم وفي هذا المؤتمر الناجح بإذن الله، نتشرف أولاً بالترحيب بكم في بلدكم الثاني مملكة البحرين، ونتمنى لكم حسن الإقامة والاستمتاع والاستفادة من هذا المؤتمر الناجح بإذن الله. أما بالنسبة للمتحدثين الذين أقدموا وأتوا من خارج ومن داخل المملكة، فأنا أشكرهم وأحييهم على حضورهم لنا، لأن فعلاً هم أصحاب نجاح وناس راح تسمعون منهم كل قصص النجاح وكل العقبات اللي مروا فيها إلى أن أصبحوا هؤلاء الناس اللي إحنا دعيناهم أنهم يجون ويعطونكم كل ما بوسعهم من الوقت والطاقة أن يشرحون لكم كيف أنهم وصلوا إلى هذا الموقع اللي هم فيه. وأنا أتمنى منكم أنكم تستفيدون من هذا المؤتمر بأقصى حدوده. وصحيح أن إحنا اتفقنا اليوم أن إحنا نسميه النجاح ما قبل الثلاثين، ولكن احنا ما نقصد ان فات الاوان على القليل منكم اللي من فوق الثلاثين في الحضور. احنا نتكلم عن ان ممكن النجاح من قبل الثلاثين، مو بلازم ان انت تكون واصل الى اعلى الرتب في المستقبل او في تقدم من العمر
أو جمعت هالكثر من الأموال إلى أن تصبح في هذه المرتبة أو في هذه الوظيفة أو في هذه الرتبة. الأقدمية اليوم ما تعني الأفضلية أبداً. هذا الشعار اللي أنا دائماً يراودني في رأسي وين ما أروح. اليوم الأفضلية عند الشخص والشاب اللي هو فعلاً يحس أنه هو في داخله هذه القدرة أنه هو يقدر ينجز. فأنا ما أتوقع منكم اليوم تطلعون من بعد هذا المؤتمر تصبحون مخترعين أو تصبحون مشاهير أو تصبحون مليونيرية. أنا أتوقع منكم تخرجون من هذا المؤتمر بروح إيجابية وتطلع للمستقبل وتكون رؤيتكم واضحة. هذا اللي يهم، لأن هذا دليل النجاح لكم. وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم المتحدثين والجهات المتعاونة، كما تسلم سموه هدية تذكارية من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة تقديرا وعرفانا على رعاية سموه للمؤتمر الشبابي في نسخته الثامنة.